اللي حصل بالظبط؟ ناس كتير مش فاهمه ايه اللي حصل. اللي حصل انه كان في ماتش كوره مهم جدا ما بين فريق مكابي تل ابيب اللي هو في فلسطين المحتله، وما بين فريق اياكس امستردام، والماتش ده كان مقره فين؟ في هولندا. فايه اللي حصل؟ اللي حصل انه قبل ما الماتش يبتدي طلبوا انه يقفوا دقيقه حداد، طلبوا انه يقفوا دقيقه حداد على ارواح الناس اللي راحت في فالنسيا في اسبانيا في الفيضانات، يعني مش في غزه خالص، مش في احداث غزه ولا في الناس اللي استشهدت في غزه، لا ده على طلبوا دقيقه حداد الناس تقف وتلتزم الصمت الجماهير عشان دقيقه حداد على الناس اللي ماتوا في فالنسيا في الفيضانات في اسبانيا مش غزه. تمام؟ الجانب الهولندي التزم الصمت، وقفوا دقيقه حداد على الناس اللي ماتت في الفيضانات في اسبانيا، والجمهور الاسرائيلي اليهود ما التزموش الصمت وما احترموش اللحظه دي للناس اتوفت فكانوا واقفين دقيقه صمت حداد، ما التزموش وقعدوا يضربوا شماريخ ويزعقوا ومش عارف ايه والموت للعرب. و انتوا في ماتش في هولندا، ايه الموت للعرب ويضربوا، ما التزموش الصمت، ما احترموش حد، ما بيحترموش حد، ما بيحترموش حد خالص. المهم الماتش خلص وخسروا تقريبا 5-0، يعني اساسا طالعين خسرانين. تمام؟ الجانب اللي هو الاسرائيلي الاول، تمام، ماشي في الشوارع بتاعه امستردام اعمال شغب بقى، وماشيين كلهم يهتفوا الموت للعرب الموت للعرب، مش الموت لفلسطين ولا الموت لغزه، لا الموت للعرب كله، الموت للعرب والجيش الاحتلال مش عارفه هيعمل ايه في العرب، كلام ما ينفعش اقوله اساسا على ايه، على الهوا ولا على شاشه، كلام عيب. وقعدوا يستفزوا في الناس. طيب مين هناك وحاضر الماتش؟ الجاليات كمان العربيه اللي موجوده في امستردام، في جاليات مغربيه، في جاليات جزائريه، في جاليات تونسيه، ولكن اكثرهم الجاليات المغربيه اللي كان ليها موقف كبير جدا. لما شافوا اعمال الشغب دي وعمالين بيهتفوا ضد العرب وعمالين الموت للعرب وكذا وكذا، وفي اساسا حقد وغل وكره من الاحداث بتاعه غزه ولبنان مؤخرا والموت للاطفال وكذا وكذا، طلعوا بقى كمان الـ 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 الاسرائيليين يطلعوا يشدوا من على مبنى عماره، مبنى سكني معلق علم فلسطين، يطلعوا يشدوه يقطعوه. بص التعدي، بصي بيتعدوا ازاي على الناس، تحس ايه وانت فاكر نفسك في تل ابيب؟ انت فاكر نفسك في فلسطين المحتله؟ انت في بلد تانية، دي مش بلدك. هم بيتعاملوا ببجاحه مش طبيعيه، همج ماشيين، وشوف الثقه اللي بيهتفوا بيها، الموت للعرب الموت للعرب، العرب كلهم الموت للعرب، ما هم عندهم العربي الميت، العربي الجيد هو العربي الميت، ده مبدا عندهم. تحس مش عارفه الخسه والنداله في الناس دي، في الناس ازاي كده؟ انتوا ايه بتتربوا عليها ازاي الخسه دي والنداله دي؟ الفكره بقى ان انت ما تلاقي اوروبا او امريكا بتدافع، وبتكلم على الحكومات ما بتكلمش على الشعوب، بتدافع عنهم. ده يا جماعه هم بعد ما يعني بعد الموت، انتوا فاكرين بعد الموت بالعرب بالنسبه لهم، انتوا المسيحيين بالنسبه لهم تمام اوكي، يعني ما الموت ليكم انتوا كمان، هم شعب الله المختار، هم احسن حد، انتوا كلكم مالكوش لازمه، وهم اساسا كلهم قله قليله، يعني انا مش فاهمه الثقه دي هم جايبينها منين. المهم بعد احداث الشغب اللي عملوها دي، عشان الناس اللي مش فاهمه، والبجاحه دي، الجاليات بقى العربيه اللي هناك وخاصه المغربيه مسكوهم فرموهم، منهم اترمى في النيل هناك، واترمى في النيل وايه، وقال له مش هتطلع غير لما تقول فري بالستاين، الحريه لفلسطين، تقول فري بالستاين الاول. ماسكين واحد كانوا بيضربوه اسرائيلي بيقول له قول فري بالستاين، يقول له طب انت لو عايز فلوسي خدها، خد فلوسي وسيبني،
هو عنده القضيه قضيه، انت فاكر القضيه قضيه فلوس؟ هو ماسكك بيضربك عشان فلوس، هو ماسكك بيضربك عشان انت قليل ادب تتعدى على الاخرين. فهي القصه المبدا عنده مش مبدا فلوس بس. بص هو دماغه واخده فين، خد فلوسي وسيبني، قال له قول فري بالستاين واسيبك. ده واحد تاني قال له فري بالستاين. وتشوف بقى الرعب اللي هم فيه، مرعوبين جبنة، تقولش اللي هم بالطريقة اللي كانوا بيهتفوا بيها في الاستاد ولا بيهتفوا بيها وهم خارجين، فين الشجاعة بتاعتكم؟ ايه الرعب اللي مرعوبين بيجروا؟ المهم رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو بعت لهم طيارتين عشان ياخدوهم يرجعوهم. ليه؟ مش عارفين يركبوا طيارات عادية، خايفين مرعوبين يركبوا طيارات عادية، فطبعا بعت لهم طيارتين. وزير الخارجية الإسرائيلي قال لنظيره الهولندي إنه ما ينفعش كده، ودي أمانة ولازم توصل الناس آمنين ومش عارف إيه والكلام ده كله. 15 واحد اتصاب، ولحد آخر حاجة إحنا سمعناها إنه في 7 مفقودين، من 15 ل 20 مصاب و7 مفقودين خالص، فقدوا التواصل معهم مش عارفين هم راحوا فين ولا إيه اللي حصل لهم بالظبط. الأرض العربية والأجنبية رفضاهم، مرفوضين، منبوذين، مكروهين.